طب استاد القاهرة سيمي فاينال ممكن ولا مش ممكن؟ انا عايز اقول لك وانا بكلمك اتطرحت دلوقتي الفكره دي على السوشيال ميديا، ناس بتسال. نتمنى استاد القاهره زي ما يكون على قدر الحدث وكان موجود في دور الثمانيه، لو بنسبه 10% في امكانيه الناس كلها تشتغل وتساعد على انه يكون موجود سيمي فاينال. انا بقول لك 100% على استاد القاهره. عارف ليه؟ 100%. انا مش عارف القرار ايه، لكن انا بقول لك بعد هذا الانجاز للاهلي والزمالك، وبعد نجاح تجربه دور الثمانيه وبعد النجاح هذا الشكل والاداء جماهير الاهلي وجماهير الزمالك، وتخرج المباراتين بهذا الشكل، وشفنا مباراه الاهلي العدد الكبير اللي كان موجود، مفيش غلطه، جمهور بيشجع بشكل مثالي، الامن والدوله والمسؤولين مدوا ايدهم وكانت النتيجه ايجابيه جدا مع الجمهور. تمام. فالنهارده لازم يقول لك زي ما انا مديت ايدي ولقيتك كويس، ده انا همدي لك ايدي تاني وتالت، وده دور الدوله اللي دايما بنلاقيه موجود في محله. يعني حتى فكره الصيانه وارضيه الملعب والبذره الصيفيه يقدر يتعامل معاها حتى لو بنسبه بسيطه عشان تلحق مرحله الدور النهائي. شوف بقى، تقول لي بذره صيفيه، ايوه، تقول لي بذره شتويه، تقول لي جنايني محمد الخامس الجنايني مش موجود. استاد القاهرة هو كلمة السر للأندية المصرية للوصول للنهائي الأفريقي. ما فيش كلمة يا رب ولن تتخلى الإدارة الرياضية في مصر، ولا الإدارة الأمنية في البلد، ولا المسؤولين ولا المحبين على مساعدة الفرق المصرية حتى يصلوا للنهائي إن شاء الله. خاصة إن إحنا عندنا كده حاجة غريبة، إن إحنا ما قدمناش علشان طبعاً يعني نستضيف النهائي. فدي طبعا لا، انا ما بستغربش في الحاجات دي، لان انا مؤمن ان الحاجات دي في كواليس بتبقى مش في كواليس. وغير كده هي مش مسؤوليه اتحاد الكوره وحده عشان ما حدش يهاجم. لا ده ضمانه حكوميه في الاساس. ده قصه كبيره. بس كان لازم هنا وزاره الشباب والرياضه واللجنه الخماسيه يضغطوا ويشوفوا القصه دي ايه، لانها مباراه، ولكن مباراه هيتسلط عليها انظار العالم كله. وانا بقول لك اهو غالبا هتبقى اهلي وزمالك.